الزيرو تحصد له شعيره جندي مع لابلو الجيت لنديرو ايه ماكينة الزيرو تحصد له شعيره جندي مع لابلو طبعا انا مع الراف اللي محالة خط ميليتير جو الراف الظلم هذي الراف الميليتير شنموت تقرا تجي تخص عليه انت توقفوا بطاقه تعريف معناه واطلع عادي عامك 94 ولا شنو ما تجيش منها تحكي نشوفوا كور معناه ممكن تنقص شك نسبه شويه من الشوماج ذيك هو الحاجه نمشي عليه اه خاطر ما عنديش علاش عايش في البلاد بالرسم معاك فما برشا مثلا عبيد كل شارات كيف ما نقولوا يعني هم واو كيمشيو الميليتير خير ما يقعدوا فهمت يعملوا في حكايات زايده في الشارع يدي هزوني الكيف مرتين ثلاث مرات يعني بالرسمي مش نورمال عليك بون غلطه ما فماش باساسيون بين داخليه وبين وزاره الدفاع توا اللي يزموا على القهوه ويزموا على الدراشنيه يطلعوا في العباد على بعض امشي عادي يا عمك امشي عادي يا عم برغم ما نسحقوش راه في المحله توا خاطر يظلي شباب من با يسمع فما حمله نتاع الجيش يمشي يقعدوا وحدهم خاطر الشيء اللي صاير في البلاد والرهيبة اللي صاير في البلاد معناه ما يستحقش باش يقعد بالسيف فيجا ليه نعدي عامي معناه وبعد تايجوني في الشعام بنموت وشنو هي ذنبي معناه في رفل تعديت في الشعام معناه ما تجيش قال مش نعدي هذا ديجا باش يولي يرفلوا في البنات معناه تولي جو معناه غاديك تولي عيش اخرى معناه فهمت ولا لا دي قانون غلط خويا انا نحب ندخل الميليتير ندخل بارادتي مش انت تجي تهزني بالسيف انسان نخدم على روحي نروح لدارنا نعمل قهوتي كيما الناس الكل نلقى روحي اكيد كيما كميليتير ملحيد تخلي مجرمه وتهزني انا اوكي داكور وزد كي تبدا مثلا عباد نظاف وساعات تهز بشماته فهم مثلا انا تو كان يوقفني على الكوب هذه ولا شنو عديني بشمات هو نجم يكون حاجه باهيه اذا نحكيو في نفس الغطاء اللي هما متصورين تحت اللي هي خدمه الوطن وانو نصنع رجال انا برشلونيه كونتر على تونس صغيره ونحن 10 ملايين وينو الجيش معناها وكيفش عملوا بيه الجيش معناها ديجا معناها مقدم دي كونكور معناها في الميليتير باش نمشي نخدم في الميليتير معناها غمه كان يلقاو حل اخر يمشي ونعرفش يشوفوا مرتزقه يخدموا ميليتير خير وبطبيعتهم يخدموا مرتزقه في كل شيء نعلن عن تواصل حملة التجنيد تنمية لحسننا الوطني وتخليصا لشوارعنا من الصعاليك دام جيش الصعاليك ذخرا للوطن.